السيسي مش هيرد، الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيرد على اللي حصل. اسمع للاخر، انا عارف ان ده في فيديوهات كتير علشان موضوع طبق الصاروخين اللي انضربهم. احنا مش سياسيين ولا احنا مخضرمين قوي يعني عشان كلنا نتكلم في سياسه، بس ده اكبر دليل على ان الاستفزاز اللي من جهه الكيان للشعب المصري، استفزاز للقياده المصريه، استفزاز للجيش المصري، علشان لما هو يعمل كده تقوم انت مثلا طالع تستفز، يكون عندك سرعه رد فعل، رد فعل سريع، تروح تضربهم. بعد كده بعد ضربك على طول يطلع يقول لك احنا كنا بنعتذر وكنا بكذا. وبعدين الانسان البجح، الانسان قليل الادب، الانسان النرجسي، الانسان اللي ما عندوش مبادئ يقدر يقلب الترابيزه عليك في ثواني. لو كنت عالما لغلبته، ولو كان جاهلا لغلبني. لو كان عالما الايه لغلبته، ولو كان جاهلا لغلبني. فدول موصوفين بالجهل الكامل يعني. تمام. فهم بيقدروا ازاي يقلبوا الترابيزه عليك. فالموضوع استفزاز باي طريقه، وعارف هو بيضربك، وعارف ان هو مش هيقتل حد، هو بيضربك ضربات يعني ضربات مصيبه، ضربات بتوجع، ضربات بتعجزك. بس ده كل المقصود منه، ان هو يستفزك وازاي يدخلك. دلوقتي يا جماعه لو احنا فعلا هندخل حرب، انا ما ينفعش مثلا اكلها واتوكل، اكلها وتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم جدا 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 بالاليات بتاعته، بالاليات الحربيه، بالسيوف، بالكلام ده كله. كان النبي بيهتم بالكلام ده وكان بيحب الكلام ده. بس هل النبي كان بيتحرك كده وخلاص؟ هل النبي كان بيطلع على الحرب يلا نتوكل على الله نحارب وخلاص؟ لا، النبي كان بيحسبها. والله سبحانه وتعالى قادر بدعوه من سيدنا النبي انه يعني سخر له جنود السماوات والارض ويكسب الحرب بدون اي نقطه دم واحده من الصحابه، ولكن السعي الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. تمام. فهم بيعرفوا ازاي يستفزوك. رقم اتنين، انا قبل ما اعمل حرب المفروض لازم اعمل اكتفاء ذاتي لشعبي كله من المؤن الغذائية، من المواد الطبية، من كل حاجة. ولازم اعمل بديل للبنية التحتية، لازم اعمل بديل لكل حاجه انا فيها. اعمل اكتفاء ذاتي من الاكل والشرب، اعمل اكتفاء ذاتي من العلاج، من الادويه كلها اللي هنعملها. تعمل اكتفاء ذاتي حتى في اللبس، حتى في الملبس هتعمل اكتفاء ذاتي من كل حاجه. فانت مش جاهز الحته دي. وبعدين فعلا فعلا زي ما بيقولوا، امريكا ما فيش ولا مره عملت حرب داخل بلادها، علشان كده نشر قواعد في كل مكان، قواعد في جميع الدول العربية، قواعد حواليك في كل مكان. انت هنا اهو في النص، والقواعد حواليك في كل مكان. انت هتروح فين؟ من كل مكان، اعقلها وتوكل. بس على الرغم بس اقول لك ايه، يحسب الحسابات في الهنا يا بات يعني. فلازم نعرف هنتحرك ازاي. وبعدين انت عايزني اتحرك وكل اللي حواليا بتحركش معايا؟ ما هو اكيد انا مش هعمل حاجة، اكيد مش هبقى مؤثر. هضرب طلقة هلاقي 10 عندي، هضرب قلم هلاقي 10 أقلام. الكثرة تغلب الشجاعة يعني. بس فده أكبر تحليل ليا، إن هما بيستفزوا القيادات المصرية علشان يردوا عليهم. ولكن ما شاء الله برضك الأمن الوطني عندنا ما شاء الله من زمان جدا هو محنك جدا، ذكي جدا، بيعرف. أقول لك إيه، ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد. لكن اقسم بالله احنا ما في يدينا غير فلسطين، غير الدعاء. والله احنا لو في ايدينا حاجه هنعمل. اشهد الله من الفيديو ده، يعني كام 10 بيتفرجوا عليه، هل انتشر ما انتشرش مش عارف، لكن اشهد الله كل واحد يثبت بكومنت اللي بيتفرج على الفيديو، يشهد الله معايا ان احنا كلنا نفسنا نروح هناك. نشهد الله ان احنا نتمنى الجهاد، اقسم بالله نتمنى ذلك. ولكن يعني الامور اللي حوالينا، ولي الامر او ولي امر الدوله والكلام ده كله. بس ربنا ينصرهم يا رب.